السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية أعزائي الطلبة. طبعا إحنا اليوم حناخد إن شاء الله موضوعنا الجديد، ألا وهو الانقسام الخلوي، ألا وهو انقسام الخلية. يعني إنه الخلية الواحدة إنها تنقسم وتصير تنتين، هذا موضوعنا إن شاء الله اللي حنعدي فيه اليوم إن شاء الله. لكن بدي إياك تعرف إن أنا قبل أكم من يوم بعثت لك طبعا ملف PDF على الكلاس روم. هذا الملف بيحتوي على مجموعة من منهاج التعليم بالنسبة لإلك. أنا خليني الآن في قضية مادة الأحياء. الجزئية تبعت مادة الأحياء اللي بعت لك إياها هي بمثابة أربع موضوعات، عبارة عن أربع موضوعات. أنا هيني كاتب لك إياهم على الصبورة: الانقسام المتساوي، الانقسام المنصف، مراحل تكوين الحيوانات المنوية اللي هي الجاميطات الذكرية، ومراحل تكوين البويضات اللي هي الجاميطات الأنثوية. طبعا يا شباب هذه الموضوعات الأربعة اللي أنا بعدت لك إياها، هذه عليها إن شاء الله 30 علامة من الامتحان النهائي. هذه الأربع موضوعات أنت حتيجي على الامتحان النهائي أوكي، وحتقدم الامتحان في هذه الموضوع طبعا عليها 30 علامة زي ما حكينا. طب يا أستاذ، واللي راح هذا كله هيته اللي احنا درسناه معاك من اللي هو المقارنة بين الخلية الحقيقية والبدائية والعضيات تبعت الخلية حقيقية النواة من المريكزان، الميتوكوندريا، أجسام جولجي إلى آخره من هذه العضيات، وبعد هيك انتقلنا على المادة الوراثية الدي ان اي والار ان اي. شو هدول؟ هدول يعني مش حيعدوا في الامتحان؟ لا يا أستاذ حيعدوا في الامتحان، بس احنا بنحكي لك انه ركز على هدول برضو الاربعة الموضوعات اللي احنا شرحناهم، فدوك في حل اللي هو التعيين الاول والتعيين الثاني، وحيفيدوك في حل التعيين ايش كمان الثالث اللي حارسل لك اياه كمان اكم من يوم مفهوم. وهذه التعيينات عليها علامات كبيرة كتير، دير بالك. اما الموضوعات الاربعه هذول بس عشان الامتحان مين النهائي اللي عليها 30 علامه، يعني في انت عندك 70 علامه، 70 علامه هاي على الموضوعات اللي احنا شرحناها، تنساش دير بالك، وعلى التعيينات اللي انت بتحل لي اياهم. فلذلك يا استاذي الامتحان النهائي ان شاء الله اللي حتيجي تقدم لنا اياه هو بالاربع موضوعات هذول، ويمكن ندخل في بعض الموضوعات من السابق اللي احنا شرحنا لك اياه في أيام ما كنا في التعليم الوجاهي، وكذلك في اللي هو التعليم الافتراضي. الآن يا أستاذنا إحنا نعدي الآن في الموضوع. الموضوع تبعنا بيتكلم عن حاجة اسمها انقسام الخلية. هو الخلية يا أستاذ بتنقسم؟ الإجابة نعم، الخلية بتنقسم. الآن يا أستاذنا العزيز، أنت أيها الإنسان أصلك من خلية واحدة. طيب هذا الآن السؤال بخلينا نرجع إلى حصص سابقة. شو هذا السؤال؟ السؤال هذا عبارة عن كم خلية أنت عندك يا إنسان؟ إحنا كلهيتنا بنعرف وأخذنا إنه عندك أنت يا إنسان، ها عندك أنت من 10 إلى 40 ها دي لريون خلية. شايف أنت يا أستاذ قديش عندك؟ من 10 إلى 40 تليريون خلية، يعني عدد هائل موجود عندك من هذه الخلايا، عدد هائل. طيب هذه الخلايا التليريونات من الخلايا من وين اجت هاي؟ لهو بقول لك اصلها اجت من خلية اشملها من خلية واحدة، مفهوم هذا الكلام؟ اذا الخلية الواحدة انقسمت وصارت تنتين، والتنتين انقسموا وصاروا أربعة، الأربعة انقسموا وصاروا 8، الـ8 انقسموا وصاروا 16، الـ16 انقسموا وصاروا 32، الـ32 انقسموا وصاروا 64، وهكذا حتى وصلنا إلى الرقم هذا الهائل جدا، التليريونات من الخلايا. حصتنا اليوم إن شاء الله وموضوعنا بيتكلم أول شيء من أنواع الانقسامات هو انقسام المتساوي. أول إشي يا أستاذي، هو كم نوع من الانقسام موجود إحنا عندنا؟ يعني لو أنا إجاني سؤال في الامتحان وقال لي عدد أنواع الانقسام الخلوي، باجي بقول له نوعين، في انقسام بنسميه انقسام متساوي، وفي انقسام بنسميه إحنا انقسام منصف. الانقسام المتساوي يا شباب إحنا حنبدأ فيه اليوم،
وبعد هيك حنتكلم على باقي الموضوعات هاي. إذن كم نوع من الانقسام احنا موجود عندنا للخلية؟ نوعين، انقسام متساوي وانقسام مش ماله، انقسام منصف. نبدأ الآن بالانقسام المتساوي. لماذا سمي بهذا الاسم انقسام متساوي؟ هذا حيخليك تفهم اللي هو ليش تسمى انقسام متساوي، حيخليك تفهم انه احنا حنتكلم عن حاجة اسمها الكروموسومات، وحيخليك تفهم اللي هو الأعداد والأرقام والطريقة الحسابية في كيفية جعل هذا المسمى بأنه انقسام متساوي. تعال يا أستاذ ندخل الآن في موضوعنا هذا، انقسام متساوي للخلية. إجيت قلت لك إنه أصلك أنت من خلية واحدة، إجينا وحكينا لك إنه أصلك أنت من خلية شو مالها؟ من خلية واحدة. طيب هذه الخلية هاي من وين إجت يا أستاذ؟ هذه الخلية إجت من إمك وأبوك، إجت من الرجل والإمرأة أثناء التزاوج. الرجل يعطي حيوان منوي والإمرأة تعطي البويضة، فباتحاد الحيوان المنوي مع البويضة بتتشكل عندي خلية. أوكي، خلية. هذه الخلية تزرع في رحم الأم وتتعلق في جدار الرحم، لذلك سماها الله سبحانه وتعالى بالعلقة، تتعلق. هذه الخلية تبدأ بعملية الانقسام، تبدأ بعملية شو؟ الانقسام. الانقسام ايش يا أستاذ؟ الانقسام المتساوي. طيب هذه الخلية تبدأ بالانقسام فتنقسم، فتصبح الواحدة اثنتان زي ما احنا تو حكينا، والتنتين أربعة، حتى يصل الرقم يا أستاذي إلى العدد الهائل من الخلايا، فبتكون الجنين، فبتكون الجنين، فبكون عنده خلايا تقريبا أقل من هذه الأرقام التريليونات، لأنه بكون حجم الجنين لسه صغير. فعندما يخرج الجنين من رحم الأم أوكي، ويصبح وليدا ثم طفلا ثم شابا ثم رجلا، تبدأ الخلايا بالانقسام، فبيزداد في هذه الحالة شو يا شباب؟ بيزداد حجم وكتلة هذا الإنسان. فلما بتزداد الكتلة هذه منقول إنه نمى هذا الإنسان. إذن سبب نمو الإنسان وزيادة كتلة الإنسان ووزنه وحجمه هي عبارة عن الانقسام المتساوي اللي صار فيه، انقسام الخلايا. كان زمان خلية واحدة، بعد هيك صار تريليونات من الخلايا، فنمى وازداد حجمه وكتلته ووزنه كذلك. الآن تعال ندخل الآن احنا في الموضوع تبعنا، الانقسام المتساوي هذا كيف بيصير؟ أنا حكيت إنه الخلية الواحدة حتنقسم وتصير تنتين، تعال نيجي نشوف كيف صار هذا الانقسام. تعال نيجي نشوف، حنيجي ناخذ احنا خلية واحدة من إنسان، لو إجينا حطناها هنا، هذا هي، ركز، الخلية اللي احنا اخذناها اوكي. الخلية زي ما انت عارف موجود فيها النواة، اهم شيء انا موجود عندي هالجيت شو؟ النواة يا شباب. طب ليش؟ متذكر يوم ما تكلمنا عن النواة انه لها دور في عملية الانقسام الخلوي ولا لا؟ من وظائف النواة، ارجع للحصص السابقة. هنا اذا موجود عندي الغشاء الخلوي، عندي هنا السيتوبلازم، وعندي هنا مين؟ عندي هنا النواة. ركز الآن احنا بنتكلم عن الإنسان. الآن ماذا يوجد داخل النواة اللي مسؤولة عن عملية الانقسام؟ ألا وهي شو هي؟ الكروموسومات. دير بالك تنساش الكروموسومات. تعال نرسم احنا الكروموسومات هاي اللي هيك شكلها. أنا حاجي أرسم يا شباب يا أعزاء أربع كروموسومات، أربع إيش؟ كروموسومات. سؤال، هو كم من كروموسوم موجود في نواة الخلية لدى الإنسان؟ موجود يا أستاذ، ركز، عشان هيك احنا بنتكلم عن حاجة اسمها متساوي، حنتكلم عن رياضيات، يعني زي حصة رياضيات اليوم حتكون. كم من كروموسوم موجود احنا يا أستاذ عندنا في داخل نواة الخلية؟ عند الإنسان طبعا موجود يا أستاذنا العزيز 46 كروموسوم. إذن أنا موجود عندي 46 كروموسوم. ليش يا أستاذ؟ هو الكائنات الحية
إلها كروموسومات أعدادها بتختلف يعني عن الكائنات الأخرى؟ بنحكي لك نعم، الإجابة نعم. فلاحظ أنت يا أستاذي، ما في كائن حي الله سبحانه وتعالى خلقه إلا وله خلايا، وهذه الخلايا يا أستاذي لها أنوية بعضية، وهذه الأنوية تحتوي على كروموسومات. فعلى سبيل المثال الفأر البيتي يا أستاذ، الفأر المنزلي، الفار العادي، في خلايا، وكل خلية موجود فيها نواة، وكل نواة فيها كروموسومات. طب قديش عدد الكروموسومات؟ عدناها وجدناها 40 كروموسوم. حلو، مفهوم. طيب مين كمان عندك انت؟ نبات القرع، برضو نبات، في خلايا، كل خلية يا أستاذ موجود فيها نواة، كل نواة موجود فيها كذلك عدينا الكروموسومات 40 كروموسوم. تعال ناخذ مثال آخر، الذبابة المنزلية، الدبانة العادية، كائن حي تحتوي على خلايا، كل خلية يا أستاذي تحتوي على ايه؟ كل خلية تحتوي على نواة. لو اجينا اخذنا النواة وشفنا الكروموسومات اللي وجدناها الموجودة فيها، لو وجدنا انه عددها يا أستاذ 12 كروموسوم. مين كمان مثلا ناخذ اللي هو نبات السبانخ، السبانخ هذا اللي بتاكلوه، برضو نبات كائن حي يحتوي على خلايا، وكل خلية موجود فيها نواة، وكل نواة يا أستاذي تحتوي على كروموسومات. طب قديش عدد الكروموسومات؟ كذلك 12 كروموسوم إلى آخره. إذا جميع الكائنات الحية تحتوي على كروموسومات. الإنسان مش عنده التلريونات هذه الخلايا؟ لو أخذنا منه خلية، لو أخذنا منه خلية للإنسان وشفنا ما في داخل الخلية، حنلاقي النواة. شو موجود داخل النواة؟ كروموسومات. طب عد لي هذه الكروموسومات، حتلاقي انه هذه الكروموسومات عددها 46 كروموسوم. 46 ايش؟ كروموسوم يا استاذ، يعني في كل خلية موجود 46 كروموسوم. نعم، في كل خلية موجود 46 شو؟ كروموسوم. مفهوم الكلام هذا؟ انا عشان مش حقدر ان انا ارسم لك هنا 46 كروموسوم، عشان عندي المساحة ضيقة، لكن انا الان عملت هنا 4 كروموسومات، لكن اعلم هنا قديش؟ 46 كروموسوم، لكن انا رسم لك 4 بس عشان ايش؟ ابين لك كيف بده يصير عمليه الانقسام الايش؟ المتساوي. مفهوم؟ ركز، تنساش المعلومات اللي بحكيها. الان هي الكروموسوم الاول، هنا موجود شو يا شباب؟ السنترومير. والكروموسوم الثاني هنا كذلك السنترومير، متذكرين هذا الكلام انت ولا لا؟ هذا السنترومير. اذا انا عندي كروموسوم 2 3 4 5 6 7 8 46 كروموسوم، حط لي اياها الان في مخك. مفهوم؟ طيب يا استاذ، ال 46 كروموسوم اللي انا موجود عندي منفرد ولا متضاعف؟ ممتاز، هو متضاعف. اذا انا بدي اجي اكتب لك عليه 46 كروموسوم شو ماله؟ متضاعف. شو يعني متضاعف يا أستاذ؟ شو يعني متضاعف؟ يعني مش كروموسوم منفرد، يعني مش زي هيك الكروموسوم المتضاعف، يعني هيك اللي احنا أخذنا لك إياه اللي بيتكون من 4 كروماتيدات. مفهوم؟ تنساش هذه المعلومات. طيب شو كمان احنا الآن بدنا نرسم في الخلية حيفيدنا في عملية الانقسام؟ حنيجي نرسم لك يا أستاذ المريكزين اللي شكلهم زي الشمس اللي حكينا عليهم ولا لا يا شباب؟ بهذا الشكل. مين هدول؟ نكتب عليهم، هدول اسمهم المريكزان، هدول اسمهم المريكزان. طيب شو كمان من عضيات الخلية حيفيدني في عملية الانقسام المتساوي وحرسمهم؟ حاجة احكي لك، النواة، النوية الموجودة فيها أو الموجودة في داخل النواة. منها إذن هذه عبارة عن النوية، هذه عبارة عن النوية. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ تنساش. إذن هدول الشغلات حيفيدوني في عملية الانقسام. مين كمان؟ السيتوسول، السائل يا أستاذ، السائل برضو حيفيدني، لأنه في النهاية حينقسم ولا لا؟ بهذا الشكل. وما ننساش يا شباب انه انا موجود عندي هنا النواة، وهذه النواة اللي فيها الثقوب النووية اللي انت ايش؟ اللي انت عارفها. طيب تنساش، هذا هي. اذا يا استاذنا العزيز، احنا رسمنا الان خلية،
هذه الخلية الآن بدها تبدأ بعملية الانقسام. هذه الخلية الواحدة كمان شوية هنا حنلاقيها صارت خليتين. كيف؟ كيف؟ من خلال الشرح اللي احنا الآن بدنا نشرح لك إياه. الآن يا أستاذنا ركز، هذه الخلية علشان تنقسم، عشان تنقسم لابد إنها تمر يا أستاذنا بأربع مراحل، يعني أربع أطوار، مفهوم؟ أربع أدوار. المعلومات هذه أنت أخذتها سابقا، حنذكرك فيها إن شاء الله، وهذا هو موضوعك أصلا. طيب يعني الآن في أنا عندي أدوار، حنيجي نكتب لك هنا أدوار الانقسام الإيش؟ المتساوي، مفهوم؟ أدوار الانقسام المتساوي. الآن الخلية بدها تعدي الآن في الدور الأول. مين هو يا أستاذ الدور الأول؟ حنيجي إحنا نيجي أول شيء نقسم لك الصبورة هيك أربع أقسام عشان نفهم أكثر. هي قسم، اثنين، ثلاثة، هي أربعة زي ما أنت شايف. الأدوار هذه متمثلة بالدور الأول، رقم واحد الدور التمهيدي، مر عليك سابقا. بعد هيك رقم اثنين هنا بنكتبها الدور الاستوائي، ولازم يا أستاذ الأمور تكون إيش مالها مرتبة، بديش تكتب لي اللي هو الأدوار مخربطة زي ما هلقيت حتشوف. رقم ثلاثة الدور الانفصالي، ثم بعد ذلك يا أستاذ رقم أربعة الدور النهائي. إذن كم دور أنا عندي يا أستاذي الآن لعملية الانقسام المتساوي؟ عندي أربع أدوار، الدور التمهيدي، الدور الاستوائي، الدور الانفصالي، الدور النهائي. تتلخبطش وتيجي تقول لي الدور التمهيدي بعدين الانفصالي بعدين الاستوائي، لا، إياك تتلخبط أو تخربط من اللي هو في أي دور من هذه الأدوار بعملية ترتيبها. فلذلك إحنا نحتاج إلى الترتيب، تمهيدي ثم استوائي انفصالي واخيرا اشماله واخيرا نهائي. يعني السهم بده يجي زي هيك، نبدا من هنا ثم هنا بعدين نيجي هنا واخيرا ناتي الى النهائي. الان حنعدي الان في الدور التمهيدي، شو بده يصير الان للخليه في الدور التمهيدي؟ مفهوم؟ الآن يا أستاذ إحنا بدنا إياك تكون فاهم الموضوع اللي إحنا بنحكي فيه. بنتكلم الآن عن حاجة اسمها رياضيات، عن أرقام الآن، 46 كروموسوم، تنساش. الآن الخلية هذه دخلت الآن في الدور التمهيدي، شو بده يصير فيها؟ أول شيء يا أستاذي بتيجي الخلية، هذا هي على الدور الأول، حنيجي نرسم إحنا الخلية، هذا هي. لو اجيت رسمتها بالشكل الدائري هاي وصغرتها بس عشان نعطي مساحة أفضل لعملية الشرح، مفهوم؟ ركز. وهي النواة وهي 46 كروموسوم، ركز منيح. ها هنا 46 كروموسوم، هنا المريكز الأول وهنا المريكز الثاني، هنا النوية ننسهاش، مفهوم؟ وهنا طبعا السايتو سول، هذا هو. الآن شو بده يصير الآن في الخلية؟ وما ننساش طبعا السنتروميرات، هذا هي. شو بده يصير الآن في الخلية؟ في الدور التمهيدي، بقولك في الدور التمهيدي أول خطوة بتصير يا أستاذي هو عبارة عن اختفاء الغلاف النووي. أول شيء في الدور التمهيدي الغلاف النووي شو ماله؟ يختفي. ها روح، اختفى. شوف كيف اختفاء الغلاف النووي. طيب ولما يختفي الغلاف النووي شو بده يصير بال 46 كروموسوم اللي هنا؟ حيسبحوا في السيتوسول، خلص زي كأنه الحيطة هديناها، وبالتالي يخرج ايش؟ تخرج هذه الكروموسومات الى الخارج، فاصبحت الان الكروموسومات بتسبح في السيتوسول، مفهوم؟ تتفكك هيك، اوكي دير بالك. بس حتى قبل ما اقول في القضيه هاي، في شغله انا حتى بدي اعلمك اياها اكثر واكثر. شو هي؟
انه انا هين حاطط هنا النواة اتذكر، وهي هنا النوية، وهي هنا 46 كروموسوم. عارف كيف بيبقوا 46 كروموسوم؟ داخلين على بعض. الكوم اللي كتير هذا من 46 كروموسوم داخلين على بعض، مكونين حاجة اسمها يا أستاذ الشبكة الكروماتينية، مكونين شيء اسمها الشبكة الكروماتينية، الكروماتينية. أستاذ عيدها، بقول لك الكروماتينية. طب ليش؟ عشان تتلخبطش بين كلمة كروماتين وكروماتيد. الكروماتيد احنا عارفين اللي هو جزء من الكروموسوم نسميه الكروماتيد، كروماتيد كروماتيد كروماتيد. لكن لما تكون 46 كروموسوم داخلين في بعض هيك، عاملين لي زي خيوط مع بعض البعض، بنسميها عاملة زي الشبكة، زي كرة الصوف يعني. مكونة شيء بنسميها الشبكة الكروماتينية، متداخل 46 كروموسوم متداخل. فهنا الآن يا أستاذ لما بتدخل هذه الخلية في الدور التمهيدي، شو أول شيء بيصير يا أستاذ؟ تختفي النوية، وحكينا لك في الأول تختفي الغلاف النووي يختفي بروح، فتسبح الآن دير بالك الشبكة الكروماتينية اتفككت، اتفككت صحيح ولا لا؟ كانت الشبكة الكروماتينية متداخلة، فبتتفكك الشبكة الكروماتينية. طيب كيف؟ بدها تصير زي هيك يا أستاذ، امشي معايا واحدة واحدة. فهيك بتصير الآن الكروموسومات 46 كروموسوم خلاص بيسبحوا في السيتوسول، سبحوا خلاص. وما ننسى عاد مين؟ قضية السنترو ميرا. إذن هيني بدي أعيد مرة تانية، الكروموسومات 46 لما كانوا في داخل النواة كانوا يا أستاذي مشكلين شيء اسمها الشبكة الكروماتينية. لما راحت الغلاف النووي، روح الغلاف النووي، تفكك الغلاف النووي، تفككت مع الشبكة الكروماتينية، وبدأت الكروموسومات تتفكك عن بعضها البعض وتسبح في السيتوسول. وقلنا لك النوية اختفت وراحت. طيب وشو كمان بدي أستاذي يصير في الدور التمهيدي؟ ثم يهاجر المريكزان إلى أقطاب الخلية. يا شباب هذه جزئية بنسميها قطب من أقطاب الخلية، وهذه الجزئية بنسميها كذلك قطب من أقطاب الخلية، زي أقطاب الكرة الأرضية. فهذا المريكز بيضلوا على القطب هذا، ويأتي المريكز الآخر يا أستاذي بيمشي هيك وينتقل يا أستاذي إلى القطب الآخر بهذا الشكل. شايف يا أستاذ كيف المنظر انتصار؟ أصبحت الآن الخلية غير ما كانت في الأول. طلع هناك كيف الترتيب؟ هنا الآن بدأت الخلية بعملية إيش؟ إعادة هيكلة بالنسبة لإلها. طيب إذا هذا هو الدور الإيش؟ الدور التمهيدي. طب شو كمان يا أستاذ بيصير بالدور التمهيدي؟ بقول لك وبيصير في الدور التمهيدي كمان اللي هو إنه المريكزين بيبدأوا بإنشاء خيوط المغزل. بيبدأوا بإنشاء إيش يا شباب؟ خيوط المغزل. هذه هي خيوط المغزل، أخذناها أيام تكلمنا عن وظيفة المريكزات، صحيح ولا لا يا شباب؟ هذه إذا نكتب عليها عبارة عن خيوط المغزل. خيوط المغزل، هذه الخيوط طبعا يا شباب لما درسوها العلماء وجدوا أنها خيوط من البروتينات، أنها خيوط من شو؟ من البروتينات. طيب إذا أصلها البروتين. طيب شو كمان بيصير يا أستاذ بالدور التمهيدي؟ ما بيصير شيء بعد هيك. إذا لو حكالي في الامتحان عدد خطوات حدوث الدور التمهيدي، بنقول له أول شيء تختفي النوية. طيب بعد هيك يختفي الغلاف النووي، أو لو حكيت يختفي الغلاف النووي ثم النوية كله صح. ثم تتفكك الشبكة الكروماتينية اللي كانت موجودة، تداخل الكروموسومات. طيب فإذا تفككت الشبكة الكروماتينية سبحت 46 كروموسوم في محتوى مادة السيتوسول. الخطوة اللي بعديها يهاجر كل مريكز على قطب من أقطاب الخلية. هذا المريكز بضله هنا في القطب الأولاني، ويأتي المريكز الآخر هيك على القطب الآخر، ثم يبدأ كل مريكز بإنتاج وإفراز خيوط المغزل. هذا اللي بيصير بالدور الإيش؟ التمهيدي. طب بعد هيك بتعبر الخلية في الدور الاستوائي،
مفهوم؟ وهيني بعيد وبزيد. كم من كروموسوم موجود هنا يا شباب؟ تنسوش 46 كروموسوم. شو ماله؟ متضاعف. متضاعف شو يعني متضاعف؟ يعني شكله هيك. تنساه شوي السنترومير. الآن بتدخل الآن الخلية بالدور الاستوائي. ركز، هاي الخلية هي نفسها، وهي المريكز الأولاني، وهي المريكز الثاني، تنساش، مفهوم؟ وهي هنا خيوط المغزل اللي هم أنتجوها بهذا الشكل. طيب يا أستاذ، والكروموسومات 46 بقول لك وفي هذا الدور الاستوائي تستوي وتصطف الكروموسومات في وسط الخلية. تصطف، كيف يعني تصطف؟ يعني بيجوا في النص هيك. لاحظ هنا، هاي الكروموسوم الأولاني، هاي الثاني، هاي الثالث، هاي الرابع. بس دير بالك كم من كروموسوم قلنا عندنا هنا؟ تنساش 46 كروموسوم متضاعف. احنا بنتكلم عن حاجة اسمها رياضيات الآن، عشان كلمة المتساوي هاي اللي هو الانقسام المتساوي. إذن تصطف الكروموسومات 46 في وسط الخلية، اصطفت. طيب هل استوت؟ الإجابة لا، ما استوتش. طيب من وين بدها تستوي هي؟ من جهة السنترومير. من جهة مين يا شباب؟ السنترومير. هاي السنترومير. مش فاهم إيش يعني تصطف 46 في وسط الخلية وتستوي من جهة السنترومير. اسمعني هنا، هل جيت يا أستاذ الإمام في المسجد، لما بتروح بتصلي أنت، مش بقول اصطفوا؟ مش كل هيتنا احنا بنقف على خط واحد وبنصطف؟ هذا جنبه هذا، وهذا جنبه هذا، وهذا جنبه هنا، واحد واحد، صحيح ولا لا؟ لكن الامام بينظر خلفه فبيعجبهش الصف هذا، فبقول استووا، صح ولا لا؟ ساعتها كل واحد بتطلع على قدم اللي جنبه وعلى كتف اللي جنبه، ولا لا؟ هيك بتصير عملية الاستواء. صحيح هو شو اسمه الاصطفاف موجود، لكن الاستواء مش موجود. اذا احنا هنا ايش بنقول؟ بنقول الاتي، في الدور الاستوائي تصف الكروموسومات وسط الخلية ويكون الاستواء من جهة السنترومير. خلاص، اذا اصبحت 46 كروموسوم في وسط الخلية. طيب شو كمان بيصير بالدور الاستوائي؟ ثم يبدأ كل مريكز بإرسال خيط مغزل. هاي هنا المريكز أرسل خيط المغزل لمين؟ للكروموسوم الأولاني. طيب فبروح المريكز الثاني شو بقول؟ بقول وأنا كمان بدي أرسل خيط مغزل على نفس الكروموسوم، على نفس الكروموسوم اللي بده ياخده مين؟ المريكز الأولاني. طيب فبروح يا أستاذ بيرسل خيط مغزل على نفس الكروموسوم هذا. يعني بالضبط أنا بشبه اللي هو الخلية يا شباب في البحر. شوف كيف بهذا الشكل، مش هذا السيتوسول زي البحر هيك أنا عامله. طيب وهنا نفس الكلام، أنا طبعا يا شباب بشبهه بالبحر وفيه السمكات، 46 سمكة، والمريكزين هدول زي الصيادين، وكل صياد ماسك صنارة في ايده. فبروح الصياد الاول بيرمي الصنارة تبعته، فبروح بياخد السمكة الاولانية. بيجي الصياد الثاني شو بقول؟ فيش حد احسن من حد، انا كمان بدي ارمي هالصنارة واخد نفس السمكة اللي اخدها الصياد الاولاني. فبروح الصيادين زي اكنه هيك يعني بروحوا بحطوا الصنارة في ايه؟ في سمكة واحدة. انفهمت ولا لا؟ ها دير بالك، اذا كل صياد بده ياخد نفس السمكة. طب شو بده يصير؟ اصبر شوية. هنا طبعا نفس الكلام يا شباب، المريكز هذا حيرسل خيط المغزل على الكروموسوم هذا، وهنا نفس الكلام، وهنا هيك على هذا المريكز، المريكز هذا حيرسل خيط المغزل لا السنترومير هنا يعني الكروموسوم هذا، وهنا نفس الكلام، وهنا نفس الكلام، وهنا نفس الكلام، حتى 46 كروموسوم. اذا اصبح 46 كروموسوم في وسط الخلية مشبكين مع مين؟ مع المريكزين التنين هذول. بشو؟ بخيوط المغزل. ماشي يا جماعة؟
دير بالك. اذا اعيد مره ثانيه، الدور الاستوائي شو بصير فيه؟ في الدور الاستوائي تصطف الكروموسومات وسط وسط الخليه، ويكون الاستواء من جهه السنترومير، ثم يبدا كل مريكز بارسال، ها دير بالك تنساش، بارسال خيوط المغزل للاتصال مع كل كروموسوم من جهة السنترومير، يعني زي من تم السمكة اللي احنا تكلمنا فيها. ثم يبدأ كل مريكز، طلع كيف، بسحب الكروموسوم عليه. هذا المريكز بده ياخذ الكروموسوم هذا، وهذا المريكز بده ياخذ الكروموسوم هذا، وهذا المريكز بده ياخذ هذا الكروموسوم كله، وهذا بده ياخذ المريكز هذا، بده ياخذ الايه المريكز هذا كله، هيته اللي شو اسمه الكروموسوم كله بده ياخده. طيب هنا الان هذا بشد وهذا بشد، شو بده يصير؟ بقول لك في هذه الحاله تبدا الخليه بالاستطاله، تبدا الخليه بشو؟ بالاستطاله. فبصير شكل الخليه زي هيك، زي هيك تستطيل تتطاول يعني. ليش؟ لانه هذا المريكز قاعد بشد ناحيته، وهذا المريكز قاعد بشد ايش الكروموسومات كذلك ناحيته، فتصبح الخليه بهالشكل هذا المستطيل الاستطاله. هاي المريكز الاولاني، مفهوم؟ وهي المريكز الثاني. ايش اللي بده يصير يا استاذ في هذه الحاله؟ بقول لك انه هذا المريكز حياخذ كروموسوم منفرد، وهذا المريكز كذلك حياخذ كروموسوم منفرد، لانه انت عارف هذا اسمه كروموسوم متضاعف ولا لا؟ ها كروموسوم شو ماله؟ كروموسوم متضاعف، مفهوم؟ وهنا طبعا المريكز هذا لما اخذ كروموسوم، اخذ كروموسوم منفرد، وهذا حياخذ كروموسوم شو ماله منفرد، لانه التنين عباره عن كروموسوم شو ماله؟ كروموسوم متضاعف، مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ فباجي انا هنا وباجي برسم لك بهالشكل هذا. هاي هنا كروموسوم 2 3 4، وهنا كروموسوم 2، هاي 3، هاي قديش؟ هاي هنا هيك صار 4، مفهوم؟ بس افهم وركز، هنا مش 4، احنا ايش اتكلمنا على قضيه ال 46؟ احنا قلنا لك عشان الوسع. الشاطر اللي يقولها لقيت هنا كم من كروموسوم؟ ممتاز، هتقول لي 46 كروموسوم، لكن شو ماله؟ هنا كان متضاعف، هنا ايش حيبقى؟ احسنت، منفرد. وهنا نفس الكلام، شو بده يبقى؟ كذلك 46 كروموسوم، شو ماله يا استاذ؟ منفرد. مفهوم هذا الكلام؟ يعني بالضبط زي السمكة يا أستاذ اللي احنا تكلمنا فيها، هذا الصياد يأخذ نفس السمكة، وهذا الصياد نفس السمكة، فبروحوا بيقسموا السمكة ايش مالها؟ نصين، مفهوم؟ لكن دير بالك من كلمة نصين، سألنا الصياد الأولاني انت شو معك؟ بقول انا معي سمكة، افلتك من كلمة نص سمكة ومناش، لكن في النهاية هو ايش معه؟ بده يبقى معاه سمك، وهذا الثاني برضه معاه ايه؟ سمك. اذا القصد في الكلام العدد المريكز هذا، العدد اللي اخذه مساوي للمريكز هذا بهالنفس العدد 46 6 وايه 46. وما تنساش طبعا انه جزء من المريكز يا استاذي هنا كان السنترومير، عفوا، بهذا الشكل. ثم تبدا خيوط المغزل يا شباب بالانكماش. شو يعني بالانكماش؟ يعني تقصر خيوط المغزل. خلص بيبدا الان كل مريكز يا شباب انه يسحب عنده نفس العدد من عدد اعداد الكروموسومات، وهذا السيتوسول. هنا كان 46 هنا 46، سحب كل واحد ايش ناحيته. طيب وبعد هيك بقول لك ثم ندخل الى الدور، مين؟ الدور النهائي. الدور النهائي عباره عن ايش؟ بضل هذا المريكز يسحب ال 46 عنده وهذا عنده حتى تصبح الخليه يا استاذ شكلها زي هيك، مفهوم؟ وهي المريكز الاولاني وهي المريكز الثاني، اوكي؟ وهنا ال 46 كروموسوم منفرد، وهنا كذلك ال 46 كروموسوم شو ماله؟ منفرد يا استاذ. وهنا طبعا السنتروميرات ما ننساهاش بهالشكل هذا، وما ننسى انه خيوط المغزل اصبحت قصيره جدا،
لأنه لاحظ كيف يا أستاذي كل مركز أخذ نفس العدد من هذه الكروموسومات المنفردة. طيب وكمان ما ننساش السيتوسول بهالشكل هذا. إذن إيش اللي صار يا أستاذي في الدور النهائي؟ بقول لك وفي هذا الدور ظهر تخصر. شو يعني تخصر؟ يعني منطقة ضيقة. احنا الان بنتكلم عن الخصرة اللي احنا عندنا هنا تخصر لانها منطقة ضيقة تعتبر ولا لا؟ وهي التي تفصل ما بين الجزء الاسفل مع الجزء مين؟ الاعلى. لذلك سميناها ايش؟ اللي هو تخصر. الان يا استاذنا العزيز ايش اللي بده يصير في هذه الحالة؟ في هذه الحالة بيبدأ كل مركز انه ياخذ معاه 46 كروموسوم وهذا 46 كروموسوم، فتصبح الان يا استاذي ها شوف كيف عندي كم خلية؟ حيكون عندي خليتين. اذا التخصر اللي صار فبصير عملية التضييق هيك حتى ايش تنفصل الخلية هاي عن الخلية الاخرى، فبصير انا عندي هاي خلية اولى وهي عندي خلية ايش يا شباب وعندي خلية تانية، وهذه الخلية فيها المركز الاول وهذه الخلية فيها المركز الثاني، شايف كيف؟ وهينا ال 46 كروموسوم 1 2 3 4 اللي هو 46 يعني، وهنا نفس الكلام 6 وايش؟ ال 46. ما ننساش يا استاذ السنترومرات لكل كروموسوم، ما ننساش كمان خيوط ايش؟ المغزل بهذا الشكل ها اللي احنا ايش قاعدين بنشغل فيهم، والسيتوسول تنساهوش. الان ايش اللي صار الان يا استاذ؟ في الدور النهائي بقول لك وفي هذا الدور تختفي خيوط المغزل، اختفت اوه 100% اختفت. طيب بعد هيك ثم يبدأ الغلاف النووي بالتشكل، فبتتشكل عندي مين يا شباب؟ عند النواة بترجع مرة ثانية، وهنا نفس الكلام النواة، ثم تظهر النوية هنا وهنا بتظهر النوية يا أستاذ مفهوم؟ وبالتالي أصبح عندي كم خلية؟ عندي خليتين. إذن عندي أنا هنا خلية أولى ولا لا يا جماعة؟ هذه الخلية كم من كروموسوم موجود فيها؟ هتقول لي 46 كروموسوم، لكن بشكل شو ماله يا شباب؟ بشكل منفرد. طيب وهنا هتظهر خلية أخرى زي ما احنا شايفين، هذه الخلية كم من كروموسوم؟ 46 كروموسوم، طبعا شو ماله هذا؟ كروموسوم منفرد. اذا يا استاذنا احنا قاعدين بنتكلم عن حاجة اسمها الانقسام المتساوي، صح ولا لا؟ شو يعني متساوي؟ انه انا في النهاية اعطتني الخلية الواحدة خليتين فيهم نفس العدد نفس الرقم يا استاذ من الكروموسومات. صحيح احنا دخلنا بالخلية ب 46 كروموسوم متضاعف، لكن في النهاية انتهينا بخليتين برضو فيهم 46 كروموسوم، وهذه كمان فيها 46 كروموسوم، بغض النظر عن حاجة اسمها منفردة او ايش او متضاعفة. احنا قلنا لك بنتكلم حاجة اسمها رياضيات عن حاجة اسمها اعداد، فلذلك الرقم المتساوي هذا هو 46 كروموسوم. احنا بنتكلم عن خلية حيوانية يا شباب، عن خلية إنسان، خلية حيوانية. طيب يا أستاذ الخلية النباتية هل بيصير فيها نفس الكلام؟ نعم الإجابة بيصير فيها نفس الكلام، لكن في بعض الاختلافات. شو هي الاختلافات؟ الخلية النباتية يا شباب لو إجينا احنا رسمناها هنا بهذا الشكل، الخلية النباتية فيها الجدار الخلوي وفيها الغشاء الخلوي وفيها النواة. سؤالي هل في الخلية النباتية مريكزين؟ الإجابة لا، أخذناها أيام ما تكلمنا عن المريكزات، صح ولا لا؟ إذن الخلية النباتية لا تحتوي على مريكزين زي الخلية الحيوانية. طب يا أستاذ يعني هي كيف بدها تشكل اللي هو خيوط المغزل؟ إذا ما فيش مريكزين كيف بدها تشكل خيوط المغزل؟ ماشي بحكي لك، وجد العلماء إنه الخلية النباتية بتفرز خيوط المغزل من إيش؟ بقول لك من السيتوسول، من سائل مين يا شباب؟ من سائل السيتوسول. اذا هذه مقارنة، هاي سائل السيتوسول، من السيتوسول تخرج اللي هو خيوط المغزل، هذه مقارنة احنا بناخدها كمان. طيب اشي اخر، اشي اخر، هل في الخلية النباتية بصير تخصر زي الخلية الحيوانية يعني في النص في مكان ضيق؟ بنقول لك لا. ليش؟ لان الخلية النباتية لها جدار خلوي، الجدار الخلوي ايش ماله؟ اللي هو بتلاقيه صلب نوعا ما،
ولا لها صلب نوعا ما، فبيكونش اللي هو المنطقة الرخوة هذه، المنطقة الضيقة. طب ها كيف بدها تنقسم الآن الخلية النباتية وتصير تنتين؟ وجد العلماء انه اجسام جولجي اللي احنا تكلمنا فيها سابقا، اجسام مين؟ اجسام جولجي. شو بتعمل يا استاذ اجسام جولجي؟ بتنتج مواد كربوهيدراتية، مواد سكرية، اخذناها ولا لا؟ فبتروح طبعا يا استاذ بتفرز المواد الكربوهيدراتية هذه في وين؟ في وسط الخلية، في وسط الخلية هنا هيك، في وسط الخلية النباتية، فبتشكل شيء بنسميها الصفيحة الوسطى. بتشكل ايش يا استاذ؟ حاجة بنسميها الصفيحة الوسطى. هذه الصفيحة الوسطى يا شباب من السليلوز، من مواد يعني كربوهيدراتية، هذه الصفيحة هي التي تقوم بعملية فصل، شوف كيف اللي هو الخلية هاي الى قسمين، تفصلها لقسمين لجزئين. فبصير يا استاذ انا عندي الان خليتين نباتيتين، واحدة وهنا ايش كمان واحدة، انفهمت ولا لا؟ اذا يا استاذنا احنا الان هيك بنكون هنا معك حاجة اسمها الانقسام المتساوي. ركز معايا، بدي احاول اعيد هذه الجزئية هيك بشكل سريع جدا خليك تفهم. الانقسام المتساوي هو عبارة عن انقسام الخلية الواحدة حتى تصبح خليتين، والتنتين انهم يصيروا اربعة، والاربعة ثمانية زي ما حكينا. طيب احنا الان حكينا لك انه الانقسام المتساوي بيصير فيه جميع انواع الخلايا زي الخلية الحيوانية والخلية النباتية. لما اجينا اخذنا معاه خلية حيوانية، خلية انسان او حيوان يعني، وجدنا ان الخلية هذه بتمر باربع ادوار، يعني انقسامها بمر باربع ايش؟ ادوار. الدور الاول اسمه دور التمهيد، ثم الاستوائي، ثم الانفصالي، واخيرا الدور الايش؟ النهائي. هذا الموضوع مهم دير بالك. الدور التمهيدي يا استاذ شو صار في الخلية؟ بقول لك وفي هذا الدور تختفي النوية، ثم يختفي الغلاف النووي، ثم تتفكك الشبكة الكروماتينية اللي حكينا فيها، فتسبح الكروموسومات في وين حكينا؟ في السيتوسول، ثم يهاجر كل مريكز إلى قطب من أقطاب الخلية، شايف كيف؟ ثم يبدأ كل مريكز بإيش؟ بإنتاج خيوط المغزل، هذا هو، هيك اللي بيصير في الدور التمهيدي. وبالمناسبة يعتبر الدور التمهيدي أطول الأدوار زمناً، يعني أطول واحد زمان بياخد هو الدور التمهيدي، وأقصرها زمنا هو الدور الانفصال على فكرة. المهم ثم بعد ذلك تدخل الخلية في الدور الاستوائي، فتصف الكروموسومات وسط الخلية يا أستاذ، ويكون الاستواء من جهة السنتروميم، ثم يبدأ كل مريكز بإرسال خيوط المغزل، إرسال هنا إنتاج خيوط مغزل، هنا إرسال خيوط المغزل للاتصال مع كل كروموسوم من جهة مين؟ من جهة السنتروميرات. ثم تبدأ كل مريكز بسحب العدد نفسه، ليش؟ لأنه احنا دخلنا ب 46، حيسحب العدد نفسه 46 هنا وهنا، بسحب العدد نفسه من هذه الكروموسومات. فتدخل الخلية الآن في الدور الانفصالي. في الدور الانفصالي تبدأ الخلية بالاستطالة، تبدأ الخلية بالاستطالة، ويصبح كل مريكز يا أستاذي على جهة أقطاب الخلية زي ما حكينا، ويقوم كل مريكز بسحب العدد الكامل من هذه الإيش؟ الكروموسومات. لكن الكروموسومات شو مالها؟ اللي هو منفردة. ودور الانفصال يعتبر أقصر زمنا. طب في الدور النهائي تصبح الخلية عد أكثر استطالة، وتظهر في وسط هذه الخلية التخصر، يظهر التخصر، وبعد ذلك تنفصل الخليتين يا أستاذي عن بعضهما البعض، فتتشكل عند كل خلية على حدة فيها نفس العدد من اللي هو الكروموسومات. هاي اللي بعيد وبزيد، دخلنا ب 46 كروموسوم، انتهينا بخليتين يا أستاذي برضو فيهم إيش؟ 46 كروموسوم، لذلك اسمه انقسام شو ماله؟ انقسام متساوي. هنا الآن يا أستاذنا العزيز في شغلة أنت كمان لازم تكون عارف إن إياها، هناك مقارنة إحنا ممكن نجيب لك إياها، قارن بين الدور التمهيدي والدور النهائي. هذا سؤال مهم، شو هي المقارنة؟ منقول لك الدور التمهيدي في الدور التمهيدي يعتبر أولى أدوار
الانقسام المتساوي، أما الدور النهائي آخر أدوار الانقسام المتساوي. هي أول مقارنة أو أول فرق. الفرق الآخر إنه الدور التمهيدي تختفي النواة، في الدور النهائي تظهر النواة. الدور التمهيدي تختفي النوية زي ما حكينا، في الدور النهائي تظهر النوية. طيب في الدور التمهيدي، في الدور التمهيدي تظهر خيوط المغزل، أو يبدأ كل مريكز بإرسال أو بإنتاج خيوط المغزل، لكن في الدور النهائي تختفي خيوط مين؟ خيوط المغزل. هذه مقارنة مهمة جدا وموجودة معك في الدوسية. طيب مقارنة أخرى حتكون ما بين الخلية الحيوانية وبين الخلية النباتية، ها ممكن أعملك إياها. قارن في الانقسام المتساوي ما بين الخلية الحيوانية والنباتية. ما يقولك في الخلية الحيوانية، في الخلية الحيوانية يا أستاذ فيها مريكزين، والمريكزين هم اللي بينتجوا خيوط المغزل. أما في الخلية النباتية فلا يوجد مريكزين، وإنما يتم إنتاج خيوط المغزل من السيتوسول. طيب الفرق الآخر إنه في الخلية الحيوانية اللي احنا بنتكلم فيها كنا هنا، في دورها النهائي يظهر تخثر وسط الخلية، أما الخلية النباتية لا يظهر تخثر وسط الخلية، ها، وإنما تظهر صفيحة اسمها الصفيحة الوسطى في الوسط. مفهوم؟ هذه الصفيحة الوسطى مين شكل لي إياها؟ أجسام جولجي في داخل الخلية النباتية. هيك يا شباب احنا بنكون نهينا من حاجة اسمها الانقسام المتساوي. بنشوفكم إن شاء الله في حصة أخرى عشان نتكلم عن الانقسام المنصف. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.